اهلا كل حضراتكم مره ثانيه. اللي منكم بيتابع برنامجنا باستمرار اكيد خد باله ان احنا زي ما بنهتم باننا نتكلم عن كره القدم وكل تفاصيلها، بنهتم كمان ان احنا نتكلم عن الالعاب الاخرى بكل تفاصيلها، وده اللي هنعمله في الفقره الحواريه الاولى. احنا بالفعل عندنا ملفات مهمه عايزين نتكلم فيها، ولا سيما ان احنا في الفتره دي بنشارك في بطولات مهمه وبنستعد لبطولات ثانيه مهمه. هنتكلم في كل هذه الامور مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. صباح الخير واهلا بيك. صباح الهنا. صباح الفل. كالعاده منورنا والله يا استاذ شادي. والالعاب الاخرى ملف مهم جدا، لسه انا وكريم كنا بنتكلم حتى في الانترو ان احنا يعني الالعاب الاخرى واللي بيمثلونا في المحافل الدوليه المختلفه وفي الاولمبيات، وازاي ان احنا يعني نسهل عليهم كل الامور ودور الاتحادات ووزاره الشباب والرياضه، وضربنا مثل بالتسعينيات وغيره وقبل كده كمان، ازاي كان كل كام سنه كده بطل اوحد هو اللي يطلع ومجهود ذاتي تقريبا ومجهود شخصي، ما كانش فيه كمان دعم اعلامي ولا صحفي بشكل كبير. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، يعني الوضع دلوقتي اختلف بشكل كبير جدا، ولما اختلف لقينا نتائج على الارض رائعه جدا كمان وايجابيه، ونماذج يعني فعلا فعلا ابطال زي ما بيتقال، سواء على المستوى الاولمبي او البارالمبي كمان. خلينا نبدا من النقطه دي، فكره التطوير مؤخرا اللي حصل وازاي نبني عليه، لان بصراحه احنا واصلين لمرحله مش عايزين نروح نمثل مصر في محافل دوليه كبيره زي حتى الاولمبياد، واقول اصل انا حلو قوي ان انا مثلت مصر في كذا وحصلت على واحده ذهبيه واحده وخلاص. يعني هو احنا ليه ما نحصلش على اكتر؟ وليه ما يبقاش عندنا انجازات اكتر على الارض؟ وفين المشكله؟ ولو في مشكله بتتحل ولا لا؟ انتهى الصراحه. طيب بصي، انا طبعا بحييكي ان انت من الناس اللي دايما بتتكلمي وبتثير الموضوع ده، واحنا خلاص كل فتره بنقرب من باريس. امبارح طبعا بنبارك للمنتخب الاولمبي لكره القدم تاهله وللمره الثانيه على التوالي، حاجه ما حصلتش من التسعينيات من الستينيات كده، اللي تاهلوا فعلا من مصر لاولمبياد باريس منتخب كره القدم، وثلاثه ابطال في الالعاب الفرديه، عزمي محلبه في الرمايه ومروان القماش في السباحه ومهند شعبان في الخماسي الحديث. لسه طبعا التصفيات والبطولات الافريقيه المؤهله لباريس هتبتدي على مدار بقى شهر 8 ولحد قبل البطوله. النقطه اللي انت بتتكلمي فيها مهمه جدا، اللي احنا مجرد الوصول، وكنت شفت في الانترو اللي انت بتقولي مجرد الوصول للاولمبيكس مش هو ده، يعني مش هو ده الماكسيمم بتاع اي رياضه. التاهل مش كل حاجه، انا عايز اعمل حاجه بعد ما اتاهل يعني. بالظبط، بس صناعه بطل اولمبي بالارقام وبالفلوس، انت عشان تعملي ميداليه اولمبيه محتاجه ما لا يقل من 3 ل 4 مليون دولار، مش من قبل الاولمبيكس اللي قبليها او من النسخه اللي قبليها. دي ممكن تستمر مثلا 7-8 سنين عشان نوصل للسنه دي، هنقول اللي ده معد ان هو يكسب ميداليه. الرقم ده ينطبق على كل انواع الرياضات، على الالعاب الفرديه تحديدا. خلي بالك في العاب بتحتاج معدات وبتحتاج طبيعي ملاعب ليها طبيعه خاصه وفي رياضات ثانيه ما بتحتاجش الارقام الكبيره دي. المبلغ ده بعيدا عن المعدات وبعيدا عن كل ده، اللي هو التجهيز ما بين معسكرات، ما بين نيوتريشن او خطه غذائيه، ما بين اعداد نفسي، اللي هو التيم كامل للبطل الاولمبي. لو احنا بنتكلم على المعدات والملاعب والكلام ده، هو مش منوط يعني. اللي هو يعني هي دي بتبقى متوفره اوريدي لما حد بيلعب في الليفل العالي، خلاص الحاجات دي بتبقى من السبونسرز او من الاتحادات. النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، طيب ازاي هنوصل اللي احنا لما نروح الاولمبيكس نبقى حاطين تارجت لينا عدد ميداليات معين ويتحقق. بالظبط، هو ده النقطه اللي احنا اوقات بنحط عدد ميداليات ومش بنحققه، بنحقق في حاجات عمرنا ما تخيلناها، ودي حصلت الدوره الاخيره يعني، فحساباتنا برضو بتبقى حتى مش مظبوطه. ما هي زي ما بنقول، انت عشان توصل للي انت تحدد الميداليات بتاعتك والظروف تخدمك، ما بين قرعه، ما بين عدم اصابه، ما بين اجواء، الطبيعي اللي انت تحدد او توصل للمينيمم بتاعك، بمعنى ان انت لو بتلعب لعبه رقميه لازم تحقق على الاقل رقمك. يعني ما انت لو حققت الرقم بتاعك او كسرته، الميداليه دي يعني عند ربنا. لكن انت تعمل كده، لكن اللي انت تروح في لعبه رقميه في اولمبيكس وتجهيز 4 سنين وما تحققش رقمك، يبقى كده في دفو ما بين بقى الاتحاد مش عارف يجهزك صح، ما بين اللي انت ما عملتش اللي عليك، ما بين اسباب تانيه كتيره. لكن اللي احنا نكسب ميداليه دي محتاجه خطه وعمل كبير. النقطه اللي انت بتقوليها، الحاجات اللي مش متوقعه، ممكن تكون بالنسبه للجمهور، وخاصه يعني تحديدا ميداليه احمد الجندي في طوكيو.
الجمهور مش عارف يعني ايه خماسي، او مش عارف ان الجندي ممكن يعمل كده. ليه؟ هو كان الاتحاد عارف ان هو هيحصد ميداليه، لان كان كان معانا رئيس الاتحاد انا فاكره تقريبا كان بيتكلم شريف العريان، كان بيتكلم ان في ابطال حصدوا على بطولات او ميداليات يعني ما كانوش اصلا ضمن الخطه، فده اللي كان مبهر وقتها تمام يعني. بس اللي كان بيتابع الخماسي احمد الجندي لو وصل للليزر رن وهو جوه العشرة او جوه ال 11 يعني ترتيبه في ال 18 بتاع الفاينل مثلا، لو العاشر او ال 11 بنسبه 75% هيعمل ميداليه. ده اللي بيتابع الخماسي. لكن بالنسبه للجمهور او بالنسبه في، خلي بالك برضو في نقطه، انا لو انا ما حددتش ان انا هكسب ميداليه ورحت عملت ميداليه كاتحاد هيبقى زي ما بيقولوا ايه، حاجه مش متوقعه لكن لو انا قلت يعني هعمل ميداليه وما حصلتش اللوم كله هيبقى ففي. لا مش هقصد اللي كان فيه يعني ممكن كل اتحاد يقول لك انا مثلا هحصد اثنين، هو ممكن يكون اربعه عشان ما يبقاش لو ما حصلش مأمن نفسه عليه في الاخر يعني مثلا. بس ده مش صح. ما ده مش صح، احنا بنتكلم في الصح يعني احنا بنقول الموضوع عشان العين، عشان هو حويط الراجل عشان ما يستعملوش كلمتين لو الهدف اللي هو اعلن عنه ما اتحققش. ممكن خلي بالك اصل والله هقول لك على حاجه برضه، هي في نقطه خلينا نتكلم، مش احنا بنتكلم بصراحه، احنا بنحب الصراحه جدا، اصرح من اللي احنا بنقوله. تمام جدا. كام اتحاد قال هنكسب ميداليات وما كسبش واتحاسب؟ ولا واحد. طب انا عندي سؤال بقى بالمناسبه في اطار في اطار الصراحه بتاعت استقبالا برضه للصراحه. اتفضل. اللي انا هقول لك عليه ده حصل اكتر من مره، مش كتير اي نعم، وعلى فترات متباعده اي نعم، بس حصل اكتر من مره، فكونه بيحصل ده لازم نقف عنده شويه. والكلام ده بيحصل في رياضات فرديه ورياضات جماعيه. تمام. ان انت بتسمع او تصحى الصبح على خبر ان اللاعب الفلاني اللي بيمارس الرياضه الفلانيه هرب من البعثه، او انه ساب ال 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 الرياضه في البلد واتجه للتجنيس بجنسيه اخرى اصلا. تمام. ولما الدنيا بتقوم عليه وبتدي تتعامل معاه لقاءات صحفيه او هو يكتب حاجه على تويتر او على فيسبوك الى اخره، بيكون الكلام بطبيعه الحال ماشي في سكه ان انا يعني مش بحصل على الحد الادنى من الطلبات المشروعه اللي لازم تتحقق لي كراجل بطل في الحته بتاعتي. خلينا بقى نتكلم بطل. وممكن عشان اجيب ورافه بقى ونقفل البرنامج على كده. عايزه اضيف حاجه لسؤال كريم برضو. هل ده بيحصل مع اي دوله اخرى ان ابطالها بيروحوا بيمثلوها في الاولمبيات ومنهم اللي بيهرب فعلا؟ هل حصلت مع اي دوله عربيه مثلا اخرى؟ لا، الدول العربيه بتتجنس لعيبه. الدول الافريقيه بتصدر لعيبه. بمعنى منتخبات فرنسا، منتخبات اوروبا، هتلاقي انجلترا هتلاقي فيها لعيبه من افريقيا ومتجنسين. أيوة. المنتخبات او الدول العربيه بتجيب لعيبه وتجنس وتديهم جنة. تمام كده. اول ميداليه اولمبيه في تاريخ قطر 2020 كانت عن طريق فارس حسونه المصري. أيوة. اللي باباه او والده شاف ضغوطات فظيعه وكان الولد بيتحارب عشان باباه، فبالتالي خده ومشي جاب ميداليه اولمبيه. الموضوع بقى يا كريم انت اتكلمت فيه. الاول زمان لو احنا بنتكلم، خلينا صراحه برضو ان الالعاب هي ليفلز. ليفلز بمعنى في العاب بنقول عليها كده الهاي كلاس اللي هم بيمارسوها زي الاسكواش، زي الفروسيه، زي التنس، الالعاب اللي دي، وفي الالعاب اللي هي بقى محتاجه قوه زي رفع الاثقال والمصارعه. زمان كانت معظم الحالات اللي انت بتتكلم عليها كانت عن طريق رفع الاثقال والمصارعه. أيوة. تحديدا كنا بنتكلم ما بين ما فيش فلوس طيب لما نشوف اثنين من الفروسيه ولما نشوف الشرباجي يبقى الموضوع مش متعلق بالمال بس. الموضوع متعلق بضغوطات نفسيه، انت مش مريحني حتى مش عامل لي الدعم او السبورت النفسي، ودي اوحش طبعا. طبعا يعني انا يبقى عندي نقص واستحمل الاتحاد بتاعي واقول معلش بيعمل لي كل اللي يقدر عليه ونفكر في ان احنا نجيب سبونسرز، احلى بكتير ان انا اقول انا عندي ضغوطات نفسيه والاتحاد مش عارف يعني يسهل لي الامور او العراقيل الموجوده. وده على فكره احنا بنسمعها كتير. ايوه طبعا. انا مش بقول حاجه ما بتحصلش. من اسوء الحاجات اللي بتحصل لاي رياضي يمارس رياضه هو التجاهل. التجاهل بمعنى اللي انت حتى ما بتقدمليش كلمه الشكر على المجهود. معلش في مدربين بيعرفوا يكسبوك نفسيا، خسرت النهارده بس عملت اللي عليك، بيديك سبورت النفسي، هو انت اللي بتكسبه الماتش اللي بعديه او البطوله اللي بعديها. الحل ان الاتحادات تتعامل بشفافيه وباسلوب محترف مع اللعيبه.
في حالتين احنا كنا بنتكلم لسه، لو احنا بنتكلم على المشاكل يعني اخر حاله هروب كان احمد بغدوده، صح كده؟ صحيح بتاع المصارعه. صحيح، هي دي الاخيره يعني، ده اخر ومش هتكون الاخيره. هو بالمناسبه حصل معاه ايه؟ هل في جديد في الملف ده؟ هو لسه في فرنسا ومحدش عارف ايه الموضوع، والموضوع خلاص سبب الهروب محدش اتكلم فيه. عمل لجوء يعني ولا طلب ايه يعني هو دلوقتي؟ الحصول على الجنسيه، بس الحصول على الجنسيه بياخد 4 سنين. بص انا هقول لك على حاجه، كون الولد عنده 22 سنه مش حوار يجازف، انت برضو في جوه لعبتك في مصر انت بطل. يعني انت بطل وليك يعني لما بتخش صاله المصارعه ليك اسمك، ليك وضعك. فانت عشان تتجا يعني تسيب ده وتجازف ان انت تروح مكان من اول وجديد، فانت كده جبت اخرك يعني. خلينا صراحة جبت اخرك من الضغوطات، من الضغوطات وقلة يعني سوري يعني قلة الدعم النفسي زي ما طبعا. والفلوس. طب ليه ده حصل استاذ شادي؟ يعني ليه بنسيب الامور دايما توصل لنقطه شبه راكور ثابت معانا، ان بتصطدم رغبات وطموحات وامال المشروع اللي هو اللاعب او البطل من دول، بتصطدم مع اللوائح والقوانين والبنود اللي موجوده في الميزانيات اللي موجوده جوه الاتحاد، فبالتالي يحصل ضغينه، فبالتالي يحصل مشادات، وينتج عن ده اللي احنا بنتكلم فيه. عشان ما حدش بيشتغل للصالح العام، الاتحادات بيبقى فيها جزء منها تصفيه حسابات ما بين اللي انت، لو انت انا مترشح كرئيس الاتحاد قدام رئيس اتحاد تاني وانا اللي كسبت، وانت كنادي عضو في الجمعيه العموميه كنت مدي صوتك للاتحاد التاني، فانت بالنسبه لي اكس. مفيش كلام ان النقطه انت البلان بتاعتك او البرنامج بتاعك اللي انت عرضته ممكن ما يكونش متوافق مع اللعبه وتطورها، لخاصه اللي انت لازم نقطه ان يكون اعضاء مجلس الاداره من ممارسي اللعبه بتساعد شويه في فهم سيكولوجيه اللاعب. انت دلوقتي وده مش حاصل في كل الاتحادات طبعا، مش طبعا حاصل في الممارسة يعني. في شرط الممارسه ممكن، بس شرط الممارسه ده ممكن سوري يعني انا ممكن اجيب ورقه اللي انا كنت بلعب منتمي لاي نادي. فهي هي النقطه. بص يا كريم، عايز تشتغل صح لازم تحط بيه الصح، ولازم يبقى فيه مراقبه صح، ومش لازم تكون المراقبه من الوزاره من اجهزه من نفسك انت طبعا. لان انت اي طبعا. نتيجه بتحصل سواء بوزيتيف او نيجاتيف بتمس الاتحاد كله أكيد. يعني انت حاله احمد بغدوده مين كان رئيس البعثه؟ كان رئيس الاتحاد. لو هنفترض اللي ده كان عضو مجلس اداره او موظف، يعني الباسبور ما كانتش مع رئيس الاتحاد، مع موظف، الموظف ده كان لكن مع رئيس الاتحاد الموضوع خد ايه شكل مختلف. فهي النقطه اللي انت دلوقتي ما ينفعش تعمل ضغوطات نفسيه. لعيبه عندها 16 سنه عايزه تلعب بطوله عالم، امينه عرفي بطله العالم ورايحه تدافع على لقبها، ويتحط لها عراقيل ويتحط لها ضغوطات ويتحط لها ايه اللي اتحط بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ بنت 16 سنه لما بتسافر اي بطوله هي لسه قاصر بتسافر مع والدها، والدها بيقيم معاها في الاوضه. الاتحاد المصري للسكواش رافض ده ورافض اي تعامل ما بين اللاعبه والوالد، مش منطقيه، خاصه اللي هي بتلعب بطوله فرق او بتلعب بطوله فرق. يعني مش عايزين يعملوا معلش عشان نفهم فضل. رافضين التكلفه الماليه اللي هيصرفوها هو اللي هيصرف يسافر هو دافع على هو دافع طب كل هم حاجة. رافضين ايه بالظبط؟ ان هم في امينه ما ينفعش ولا تقعد مع باباها ولا تكلمه في الفطار او الغداء او العشاء، ولا ينزل بين الاشواط في الماتشات الفرديه يعمل لها الدعم النفسي، ولا 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 ولا, ولا. ليه؟ ما عشان كده. هل ده قانونا؟ لا يعني عالميا غلط؟ خاصة مش عالميا، انت بطولة الفردي انت اصلا في دول حتى لو بتلعب بطولة عالم بتصفر لعبتها مع المدربين الشخصيين طبعا. فهو مش حاجة طبعا. صح كده؟ لان التيم وحصلت مشكلة مؤخرا برضو مع احدى اللاعبات عشان برضو اعترضوا على معانا جودة بس هي صدفة اللي هي جت في بطولة افريقيا وبرضو انا بس هاخد حاجة سايد كده. بطولة افريقيا لتنس الطاولة امبارح في ناقوس خطر على تنس الطاولة المصرية، مصر في الشباب تحت 15 وتحت 19 خسرت الفاينل من تونس ومن المغرب. يعني احنا ما بقيناش بننافس نيجيريا بس، احنا كسبنا في الفرق الناشئات 15 و19 كسبناها. ده ناقوس خطر جامد جدا، لازم اتحاد تنس الطاوله ياخد باله اللي احنا دلوقتي المنافسه، لان هي الاجيال بتسلم بعض. فانت الجيل اللي هو 19 سنه اللي هو خلاص هيبقى الجيل الكبير يخش بقى مع المنتخب الاول، ده خسر بطوله افريقيا للفرق، فده ناقوس خطر جدا. هنا جوده كان نفس الكيس اللي هي عشان جت في بطوله افريقيا. طب خلينا صراحه كده ونتكلم بكل صراحه، لو دي بطوله عالم كنت هتاخد القرار ده؟ انت بطولة افريقيا ضامن ان الاربعه اللي هيوصلوا في السيمي فاينال من مصر، فبالتالي المدرب حتى مدربها الشخصي مش هيعرف يقف معاه. لكن في حاجه اسمها 15 سنه، انا ارتباطي بالشخص ده
بيعرف يهيئني نفسيا، اللي بيعرف يهيئ نفسيا. خصوصا ان ده مش ضد اي قوانين يعني او لوائح ان هو يسافر. طب يبقى فين المشكله؟ طيب لو احنا دي يعني انا بس يعني ايه الخصها كده، ادي ضغوطات حصلت لعيب. طيب لو باباه خدها بكره الصبح وسافر بيها انجلترا وقال انا هلعب باسم انجلترا، هنعمل ايه بقى؟ هنطلع نقول باعت الدنيا وعملت كده ليه الكليشيهات اللي هيك والتشكيك في الوطنيه الى اخره. بالظبط بالظبط. فهنا احنا قعدنا شادي سنين طويله، اللي بيراقب كده حاله الرياضه عالميا هيلاقي ان احنا كان عندنا في عالمنا العربي كواليتي مشاكل مش موجوده في اي حته تانية في الدنيا. حلو. صح. كانت نوعيات مشاكل مش كم، كيف. تمام. مختلف عن اللي موجود في العالم كله. بقينا بنشوف في الفتره الاخيره ان عالمنا العربي اغلب دوله ابتدت تتخلص من النوع ده او الشكل ده من المشاكل، واحنا لسه الوضع على ما هو عليه. وبعدين يا برنس اللي انا قلته لك واخرتها يا اكسلانس اللي انا قلته لك ايه؟ اه بيشتغل للصالح العام. مش تصفيه حسابات وحاطط بلان. انت لما جبت فارس حسونه، تمام؟ فارس حسونه في قطر هنقول مثلا ان هو عند مثلا كمثال يعني وهو عنده 14 سنه، انت بتنفست في كل حاجه، بتستثمر فيه عشان لما يقف في اولمبيكس يجيب لك ده. معتز بارشم قطري بيور يعني ده كسب برضه اولمبيكس وبطل عالم. حالات كتيره. فالمشاكل اللي كانت عندك في المنطقة العربية تخلصوا منها في ايه؟ اللي انا اصلا عايز دلوقتي طول ما هي في مشاكل انا مش كلنا مش هنعرف نشتغل. لكن لما المشاكل لما انا اعمل دوري وما تتعشمش في انجازات. صح صح. انا مبسوط لحاجة. احنا لو طب الحمد لله ان في حاجة تبسط. لا 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 بعد اللي احنا في سواد. لا خالص والله قاعدة حزينة عارف حاجة تحزن والله ان الواحد يسمع كلمة بجد يعني موضوع مش هزار. حاجة تحزن ان انت سنين تسمع كده. من سبع سنين لو احنا قاعدين القعدة دي كنا هنقعد نتكلم على كورة بس. بيورلي كل البرامج كورة كلنا. كان بيجي مثلا ايه بقى وقت الاولمبيكس كرم جابر ابو القاسم هداية الحاجات اللي هي الفلاتات طبعا. فكلنا ايه نتلم حوالين محمد ايهاب ساره سمير رشوان يعني ايه رشوان الميداليه في حد ذاتها اللقطه اللي حصلت طبعا. هي اللي عملت السكسي للبلدين. لكن بالظبط. لكن في لوس انجلوس كان منتخب الكوره بوجود الخطيب يعني كابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكل المجموعه كانت هي الناس كلها بتقعد تتفرج على ماتشاتها يعني. فهي دي النقطه اللي انا النقطه اللي بسطون اللي احنا قاعدين بنتكلم على الرياضات الاخرى وحاطين بلان. بصي كلنا بنتكلم فاستحاله يكون الكلام ده مش عند المسؤولين. هو عند المسؤولين واحسن مننا وبخطط وبلانز، بس التنفيذ والمتابعه ونصفي النيه والمحاسبه هي دي المهمه بقى جدا. بالظبط. طيب خلينا نروح لملف اخر علشان يعني ده ملف قائم كده والحديث فيه مش احنا اللي هنحله، احنا بنطرح الموضوع واكيد الحل عند الساده المسؤولين في هذه الملفات. يعني هروح معاك لفكره هنا ايه من الرياضات في الاولمبيات الجايه ان شاء الله باريس 2024 المتوقع حصولنا فيها على ميداليات، وهقول ميداليات كمان ذهبيه. طيب هنبتدي ان شاء الله. صعب عليك يعني بتصعب عليك. لا السؤال صعب كده. لا ما هو اصعب صعب لان خلي بالك في نقطه انت يعني احنا بنتكلم ساره سمير تجيب ده. ساره تجيب ده طبعا ان شاء الله فعلا تجيب ده بوتنشال عالي. بالظبط. مين تاني؟ مهند والجندي في مستواه يعني يحققوا ده. بس الجندي كان فيه اصابه تقريبا. شفتي انت بتقول الكلام ده الجندي في مستواه بتقول الكلام ده شادي وانت حاطط في الاعتبار المنافسين. مهند كسب في اخر كاس عالم او في بطوله العالم للخماسي صاحب ذهبيه اللقطه اللي هم بيجوا مع بعض والولد وقع بتاع بريطانيا تشونج ده صاحب ذهبيه طوكيو يعني مش بتكلم اللي هو مع حد تاني. سمر حمزه تصنيفها اول عالميا. سمر جميله واستضفناها في 10 صبح في الاهلي من سنتين وهي كانت لو انت فاكر يا كريم كنت اتكلمنا انا لسه قدامي كتير جدا وهتشوف وكنا يعني انا من الناس اللي بحبها جدا. من سنتين بصراحة. ما كانتش تصنيفها الاول. قالت لنا اللي جاي قالت لنا اللي جاي هتشوفه. لا لا يعني يا سمر السلاح يعني اتمنى تحقيق ميداليه بس هي فيها صعوبه شويه. السلاح دولت الابرز في الوقت الحالي يعني دولت الاميز. عزم محلبه ممكن
ممكن نمنع عزمي. انا عندي امل في عزمي برضه بصراحه، عزمي ارقامه لحد دلوقتي حلوه جدا. بالظبط. السباحه بقى عندنا مشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها الحقيقه، اللي هي عدم تحقيق الارقام. يعني هي دي المعضله اللي دايما بتواجهني شويه في السباحه، اللي انت حقق ما بتحقق يعني حتى ما بتحققش رقمك، فدي معضله. ميداليه في السباحه هتبقى صعبه. الالعاب القوى اتعشم، المفروض ان احنا العاب القوى كويسين يعني، بس اتعشم في ايهاب عبد الرحمن. بس انت هتلعبي مصطفى الجمل، هتلعبي قصاد ابطال عالم كلهم. على ذكر العاب القوى، بالامس في مصطفى عم كسب ذهبيه دفع الجله في الدوره العربيه، دوره الالعاب العربيه في الجزائر، وسراء عويس في الوثب الطويل. دولت المشاركه المصريه مشاركه يعني ايه بسيطه، باربع لاعبين في العاب القوى ومثلهم في رفع الاثقال، بمجرد التواجد عشان ما ينفعش مصر دوره العاب عربيه ما تبقاش متواجده. والمشكله اللي توقيت البطوله جاي بقى مع بدايه بقى ايه الحاجات المؤهله لباريس. فعشان كده دولت الابرز الاسماء في الوقت الحالي. في بعض الاسماء اللي ممكن بقى يعني بوم كده، مفاجآت يعني. في السلاح مثلا زياد، ممكن مثلا محمد ياسين او حمزه مثلا، ما بين سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزه وسلاح السيف. تنس طاوله صعوبه جدا يعني، الوصول لربع النهائي هيبقى قمه الطموح. ولا في البارالمبيات احنا عندنا اسماء كبيره. لا لا، في البارالمبيكس برضو يعني فاكر حمادتو. انا لحد دلوقتي يعني بشيد بالاداء، حتى وان لم يفز يعني هو قدم حاجه، صوره محترمه جدا. لما واحد يعني اتبسط جدا لما اتكلمنا اخر حلقه، لان بعت له بعت له الفيديو، العالم كله كان بيتفرج عليه يعني بعت له فيديو وبعت له حاجه نادره بجد والله. ربنا يوفقه يعني، ربنا يكرمه. البارالمبيكس يعني هي الحلو، البارالمبيكس بيجي بعد الاولمبيكس فبينسونا شويه اللي ايه اللي بيفرحونا يعني، بينسونا وبيفرحونا، بينسونا اللي حصل، ما بيفرحونا بقى بالميداليات. ده من قديم الازل ده بيحصل. هي الرياضه المصريه فيها بس مشكله ان الناس مستكتره اللي انت تعمل الابجريدز او النطاط بسرعه. يعني عارف لما حد بيوصل تك تك تك، ايه ده، لا ازاي، احنا كنا المفروض الستيب الاولانيه تمثيل مشرف نقعد فيه 100 سنه بعدين ناخد ميداليه برونزيه. احنا عندنا ابطال وعندنا اتحادات شغاله كويس جدا، وعندنا عندنا سبورت من 100 مليون واكتر. يعني هو ده موجود فين في العالم؟ هي دي النقطه والله العظيم. ده المفروض يكون حافز اصلا. بصي هقول لك على حاجه، في بطولات والجمهور المصري ده بجد بجد، سواء الشعب المصري، مش هقول الجمهور، الشعب المصري في اي بطوله، مجرد بس ما بيتشاف علم مصر دعم هايل. صحيح. هقول لك على حاجه، انا كنت في بطوله السباحه بالزعانف، وفي اخر سبق خالص، انا كنت المفروض في اللجنه الاعلاميه للبطوله بقى، المفروض وقور كده وقاعد في المنصه. الاخر سبق المنتخب المصري كان متاخر في وفاضل 25 متر، الولد عمل يعني في ال 25 مينت عمل فينش هايل، كسب الميداليه. عايز اقول لك كنت بتنطط في المقصوره طبعا كلنا. هو الفكر الاحترافي يا استاذ شادي لازم يكون متواجد عندنا، والفكر الاحترافي ده بيجي بحاجات كتيره جدا، مش بس ان انا اقول انا فكر احترافي كبطل او كرئيس اتحاد او كمعني في الملف. لا، اللايف ستايل بتاع المحترف من اول ان هو طفل لسه صغير لغايه لما بيروح وبيمثل في الفرق الاولى والمنتخبات، هو ده الفكر الاحترافي والحياه التربيه الاحترافيه، العراقيل اللي بتبقى موجوده ما بين التمرينات ووزاره التعليم. انا بتكلم بقى في كل حاجه، ده مش كلامي، ده الكلام اللي احنا بنسمعه. صح. الدعم المعنوي، الدعم المادي، العراقيل اللي بتبقى موجوده، الحاجات اللي هي ملهاش اي معنى ولا لازمه اللي لسه موجوده في اتحادات كتيره جدا، واعتقد الناس فهماني. فامور زي كده كلها لو تم التخلص منها احنا مفيش حاجه هتمنعنا يعني طبعاً. وفي الاول وفي الاخر مصلحتنا كلنا ان احنا ننجح. فيعني اتمنى يكون جدا في واتمنى شوية. اتمنى المنتاليتي بتاعت مجالس الادارات تختلف، لان انت بكلمه واحده، بكلمه بس بتقولها اللاعب، انت ممكن اصلا اللاعب ده يعني او تفقد ثقه اللاعب فيك. يعني انا لو لعيب وبتكلم على حاجه تكنيكال في اللعبه مع مجلس اداره ويرد عليا رد نون لوجيك، انت بالنسبه لي خلاص اصلا يعني معلش، انت لو طلعت معايا رئيس بعثه اصلا في بطوله انا مش يعني هعمل اللي انا عايزه. يعني انت لازم على الاقل تبقى اوير بتفاصيل اللعبه بتاعتك الحاليه، مش وقت لما كنت بتلعب. يعني في فرق اجيال حضرتك يعني. بالظبط. يعني فرق اجيال لسه على قديمه ولا ايه؟ بالظبط. طب ما بعد ما يعني من ضمن الحاجات اللي استجدت في الفتره الاخيره، طبعا كلمه حق لازم تتقال، ان احنا بنتكلم في سلبيات كتير، لكن ده ما يمنعش ان برضو
نقدر نقول ان في طفره طبعًا. الفتره الاخيره في ملف الرياضه المصريه طبعًا. بشكل عام طبعًا. من ضمن الحاجات اللي استجدت مؤخرا فكره وجود مشروع قومي بتتبناه الدوله متمثله في كل الوزارات المعنيه، مشروع قومي لاعداد بطل اولمبي طبعًا. وجود مشروع زي ده من حيث المبدا، مجرد وجوده، مجرد اقتراحه وتنفيذه، تمام، نقدر نقول ان دي تنديعه للي جاي، ممكن ينتج عنها خير طبعًا. الفتره اللي جايه طبعا، لان في ابطال ابتدوا يكسبوا بطولات عالم من نتاج المشروع ده. هي بس اللقطه هم هيواجهوا نفس المصير بعد كده لو ما فيش حالا دلوقتي احنا ماشيين على اللاين. اللي انت القائمين على المشروع ما يبقاش انا عملت لك فيفور فانت جبت حد خليته في المشروع. هو لو الدوله خدت قرار بوجود مشروع قومي بالحجم ده المفروض يبقى هم واخدينه بناء عن ادراك لنوع العراقيل اللي كانت موجوده قبل كده، وفي قرار اتاخد ضمنيا بان الكلام ده هينتهي، يعني نفتح صفحه جديده ونظام جديد المفروض. والميتنجز اللي اتعملت في الاول كانت بتتكلم على كده، بس في حاجات لسه شوائب لسه موجوده، خلينا يعني ماشي لو هتاخد وقتها بس هتختفي هتختفي. لكن النقطه برضو اللي انت المشروع ده الاساس فيه هيبقى حاجتين، المدربين، لان المدرب ده طبعا. هو اللي دايما في الرياضه، ما انت الرياضه دايما ايه البيز اللي انت واقف عليه هو ده اللي بيخليك تكمل. ما انت ما ينفعش اصلا يبقى الاساس بايظ وبعد كده عايز، بمعنى لو انت بتلعب مثلا من وانت صغير بتلعب تنس فهي بتتلعب كده انت بتلعبها كده مثلا، فده اللي هيجي بعد كده هيعلمك ايه. فهو المدربين ده جزء كويس، والمتابعه والاشراف في عدم تعيين اي حد غير مؤهل للتواجد في المكان ده. المدربين دايما دايما عايز تنجح اهتم بمدربين الناشئين مش طبعا الكبار. طبعا يعني ده الاساس، يعني احسن مدرب في عندك في الجهاز بتاعك لازم يبقى للناشئ، لازم يبقى للمدرسه، مدارس الالعاب طبعًا. فهي دي طبعًا. الاساس. المشروع كويس جدا، والمشروع نتج عنه بعض الابطال خاصة في رفع الأثقال، يعني نعمة سعيد ومحمود حسني نتاج المشروع القومي للموهوبين وإعداد البطل الأولمبي، فدي تحسب لهم، تحسب برضو للدولة إن هي بتوجه نظر وأعين السبونسرز والرعاة لده، اللي أنت انفست في ده، استثمر فيه. فهي بس المشروع عشان نكون صراحة، المشروع نتاجه مش هيبان في باريس، يعني 2028 ان شاء الله في لوس انجلوس هو ده بقى اللي هنقدر نتحاسب عليه. لكن انت دلوقتي بتتكلم على المجموعه اللي هي كانت المفروض بعد ريو كانوا لسه يعني ايه في شبابهم، المجموعه اللي في طوكيو في منتصف العمر الرياضي، فهم دولت اللي تتوقع منهم. الفلاتات اللي هتحصل زي ما انت بتقولي ان هو في حاجات مش متوقعه، دولت بقى اللي هنبني عليهم ل 2028 ان شاء الله. على كل حال في الاول وفي الاخر حديثنا ان كان في نوع من شويه التركيز على الجانب هقول اللي هو مش المظلم ولكن اللي محتاج شغل اكتر، ده لان احنا مصلحتنا كلنا واحده، ان انت عايز ان الملف ده يتم تطويره بشكل كبير جدا ويتم التركيز فيه. وفي الاول وفي الاخر اللي لازم ياخد كل الاهتمام هو اللاعب ده، هو اللاعب ده هو الاساس دلوقتي، هو رقم واحد. الاجهزه، المسؤولين، الاتحادات، احنا اصلا كجماهير رقم اثنين. اللاعب هو اللي لازم نكون كلنا بنركز في مصلحته، لان هو بعد كده اللي هيجيب لنا الميداليه اللي هي بتمثل مصر وكلنا هنفرح بيها. فاحنا اتكلمنا، جبنا ناس من الملفات المعنيه بتتحدث، الرياضيين نفسهم بيتكلموا، عرضنا الجانب الاخر وجبنا رؤساء اتحادات. اعتقد في 10 الصبح في الاهلي غطينا كل الجوانب ودينا حق الرد، وعرضنا قدام حضراتكم قدام السادة دلوقتي اللي بيتابعونا من جهات مختلفة المشكلة. نتمنى يكون في حل، لأن ده مش دورنا، احنا دورنا كإعلام نعرض بس الأزمة ونخلي الآخرين يسمعوا بلسان الأبطال إيه المشاكل الموجودة. نتمنى إن شاء الله الأفضل لكل الرياضيين المصريين، نتمنى الرياضة المصرية تكون في تطور مستمر، لأن تاني مصر تستحق ذلك، الجماهير والشعب المصري يستحق ذلك. أستاذ شادي إن شاء الله اللقاء الجاي يكون فيه إيجابيات أكتر ويكون فيه أخبار كمان حلوة جدا بإذن الله، إن احنا نستحق ده فعلا ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله يبقى في لقاء قادم ان شاء الله. يعني لا هيبقى في هو لو ربنا فك سجنك وقدرت تجينا هتنور الدنيا كلها. نورت الدنيا يا شادي، بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده. وهنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا.